مشينا في هذا المجتمع قال له فين ما مشيتي عند هذا القرع وضربتي يسيل دمه ومنين ما درتي كتبقى ثغرات في المجتمع ديالنا. يعني ما ماشي ما بقاش الزوج هو اللي مسؤول. طبعا ملي تنقول هذه طريقه عامه باش كنتكلم وفضفاضه ملي تنقول لا الزوج مسؤول ولا الزوجه مسؤوله، لان شحال هذيك الخطا تيكون با واضح دغيا كنسولو نسمعو عند المراه ممكن نسمعوها نسمعو عند الراجل وكنعرفو شكون الخطا. اليوم صعب جدا تعرف شكون الخطا. وباش قلت لكم بجوج ضحيه ديال المجتمع، ضحيه ديال تيك توك، ضحيه ديال المواقع الاجتماعيه، ضحيه ديال الرقمنه، ضحيه ديال قله القيم، ضحيه ديال قله الاخلاق، ضحيه ديال الفقر، ضحيه ديال الجهل، ضحيه ديال الاميه، ضحيه ديال التعسفات، ضحيه ديال الرشوه، ضحيه ديال عدم الاستقرار في العمل بالنسبه للرجال ولا بالنسبه للنساء، ضحيه بالنسبه لغلاء الحياه الدراري اللي عندهم المدارس والغلاء. هادشي كله كيتجمع وكتزيد عليها العائلات، العائله ديال الراجل والعائله ديال المراه اللي حتى هما براسهم ضحايا ديال هاد المجتمع. كلشي في غليان وكلشي موكل الدق. وكنجيو للاسره وكتفرقع، يعني داك الدقه اللي تكلمت في المجتمع جات الاضرار وصلت الفرقعه، الاثار ديال الفرقعه، الشظايا ديال الفرقعه اللي وقعت في وسط المجتمع وصلت الشظايا الاسر وبداها التفكك. الا ما دخلتش اليوم وزاره الاسره والتضامن ودارت احصائيات ودارت يديها في يد المندوبيه الساميه لحقوق للتخطيط وجابوا احصائيات وزادوا زكاو وغناو وعززوا الاحصائيات بتدخلات وتدابير تكميليه باش يعرفوا شنو هي الاحصائيات، شنو هو السبب الكبير جدا اللي كيؤدي لهذا الطلاق اليوم. واش هو سبب مادي؟ واش هو سبب نفسي؟ واش هو سبب ديال الجهل والاميه؟ واش هو سبب ديال العنف؟ واش هو سبب حقوقي؟ واش هو سبب ديال الاخلاق؟ واش هو سبب ديال المسؤوليه؟ ملي نعرفوا السبب عندنا بحال دابا 70 او 80% هو السبب مثلا هو مادي، إذن غادي نتوجهوا كلنا بمحاولات، كنقول كلنا حكومة مجتمع مدني ومجتمع عموما بجامعاته وبمقاولاته وبشوارعه، كنتوجهوا كلنا أننا نقضيوا على هذا السبب اللي هو مادي بخلق فرص الشغل، بالسهر على استقرار هذوك الأجراء اللي خدامين، الموظفين نشوفوا المشكل ديالهم، نشوفوا المباريات شحال غادي ندخلوا الناس ديال الخدمه، نشوفوا شحال كيتخرجوا لنا من الجامعات، نشوفوا شكون هما اللي مقبلين على الزواج، اللي كيتخرج واش قدو اللي كيخدم. اذا تخرجنا 50,000 شحال اللي كنخدموا؟ واش نخدموا 50,000 ولا كنخدموا غير 10,000؟ اذا 40,000 فين كتمشي؟ واش قد خاص تكون دراسه ونعرفوا الام الاسباب. ملي نعرفوا واش مادي غادي نتصرفوا في المادي، اذا كان نفسي غنتصرفوا. وكيف ما كان الحال، كيف ما كان الحال، انا في رايي حان الوقت اننا نوقفوا هاد الجواج اللي غادي نخليوه غير غادي هكا. اذا ما كانش مؤطر راه ما يمكنش نستمروا. خاص التعطير ديال الزواج، خاص التحسيس، وخاص التربيه، وخاص التوعيه ديال الشباب اللي غيتزوج اناث وذكور. اشنو هي المسؤوليه؟ اشنو هي الاولاد؟ اشنو هو العمل؟ اشنو هو الزوج؟ اشنو هو الزوجه؟ كل واحد خصو يعرف اللي ليه واللي عليه. ما ندخلوش غافلين. الراجل كيدخل كيحلم المراه غادي دير له وغتفعل له، هي اللي غتفشك وهي اللي غتصاوب لك رجليك وهي اللي غتصاوب لك الفطور وهي اللي غتصاوب لك الغذاء وهي اللي غتصاوب لك القميجات وهي اللي فالدخول غادي تحيد لك الفيستا ديالك وتوجد لك الغذاء سواء فوق الطبله روميه ولا فوق الطبله بلديه ولا فوق الارض المفرشه. المهم هاد المراه هي اللي غادي دير لك كل شيء. والمراه ما كتخرجيش باش تخرجي تمشي عند راجلك ويخرجك، بغيتي تمشي للسينما تمشي عند راجلك يديك السينما، بغيتي تمشي للعمره تمشي عند راجلك يديك العمره، بغيتي تخرجي للمسرح راجلك يديك المسرح، بغيتي ديري الرياضه راجلك غادي دير. حنا ما عندناش هاد المسؤوليه ديال هادشي. تمشي عند راجلك، راجلك غادي يدير كلشي، هو اللي غيسفرك هو اللي غيخرجك هو اللي غيلبسك هو اللي غيفشك هو اللي يدير كلشي. كيدخلوا بجوج بجوج دايرينها، هو كيعاين شنو غادي دير له داكشي اللي وعدوه به، وهي كتعين داكشي اللي غادي يدير لها، وهما بجوج واكلين الضق في الزمان بجوج. بداوها بعدا في الاول غالطين، شحال كتشدي شحال كنشد، نديرو داكشي يلاه الحساب، نديرو هادي 50% ويلي، ونديرو شركه ما نسميوها، نديروش عقد الزواج ما
علاش عقد الزواج هو عقد المدى ديالو طويل يعني الى لا نهايه، ومن اجل انجاب اطفال وتربيتهم والموده والرحمه؟ لا خويا، نردوها عقد استثمار شراكه، خاصنا نربحوا، انت رابح وانا رابح. اذا كان هذا هو الزواج، بعد الواحد يخرج يدخل راسه يعرف راسه رافي، انا رابح وانت رابح. هادشي طبعا ملي تيكون الاولاد حاضرين، اذا ملي ما تيكونش الاولاد حاضرين ما تيشكلش مشكل. الى فشلوا في الزواج ما كيشكلش مشكل، ولكن ملي كيكونوا الاولاد تيخص يكون هناك دراسه ومجهودات اللي كدار اكثر من المجهودات العاديه، باش يمكن الانسان يسف هذاك الغضب، وشوفني غادي يجيب الصبر، ويجوبني غادي يجيب القوه، يجيبها من الضعف يجيبها، واللي يجيبها من الدين يجيبها، واللي يجيبها من والديه يجيبها، ولكن خص المجتمع يعاون. المجتمع كله قائم على الاسره، وخصنا نعطيو الاهميه لهذه الاسره ونحضيو هذه الاحصائيات. اليوم راه عندنا اكثر من 20,000 حاله طلاق. نقولوا الطلاق راه مشكل كبير اللي كيكونوا الاطفال، راه مشكل كبير كبير عند المجتمع، وراه خص كلشي يتجند باش نقضيو على هاد الآفة هادي، ويكون الأمور مدروسة. ماشي غادي نحيدو الطلاق، ما نحيدوش، ولكن يكون داكشي مدروس، ويكون داكشي عنده الإطار فين غادي يوقع لا الزواج ولا الإطار فين غادي يوقع الطلاق، باش ما تفككش هذيك الأسرة، وباش ما يتفككش المجتمع ديالنا. واش دابا حنايا فين ما جينا في هذا المجتمع قال له فين ما مشيتي لعند هذا القرع وضربتي يسيل دمه، ومنين ما درتي كتبقى ثغرات في المجتمع ديالنا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اليوم غيهبط حالة الطلاق ما تبقاش، خص العمل، خصنا نحفرو. واش عمرنا حنا وصلنا لهاد العدد المهول ديال الطلاق؟ واش فراسك الطلاق اليوم رجع بحال السرطان في الأسرة؟ شي مرض سرطان دابا ما كاينش شي واحد ندوزو عنده للدار، لا كوفيد ولا سرطان ولا طلاق. أي أسرة مشينا لها اليوم عندكم شي واحد فيه السرطان؟ اياه. دوز شي واحد عندكم الكوفيد؟ اياه. عندكم شي واحد مطلق؟ اياه. هادو الثلاثي، سرطان طلاق كوفيد، سرطان طلاق كوفيد، ثلاثي الواجب وجوده في الاسره المغربيه. الى مازال ما وفقناش الله في السرطان، مازال ما بانش شي حاجه عالميا، احنا الناس راه مسؤولين تيشتغلوا، يعني العلماء فقهاء اللي ما بقات عندهم قيمه، الفقيه والعالم رجع لتحت في الحضيض ورجع التافه هو اللي طالع في المجتمع. داك التافه هو اللي غادي يجيب لنا حنايا مرض السرطان، يجيب لنا الدواء ديالو. وعندنا مرض الطلاق، اذا هذا مرض الطلاق حتى هو يمكن نقضيو عليه، نتعرفوا عليه، نبحثوا فيه، نشوفوا السبب ديالو، ونبحثوا في الجذر ديالو، ونقطعوا باباه من الجذر ديالو، وتبقى لنا نسبه مئويه اللي هي ملي كتسولهم تتقول لهم فعلا انتم يستحيل، حيت عندكم اسباب حقيقيه، خاصكم تطلقوا، خاصكم تطلقوا، ما يمكنكمش تكم. ولكن ملي كتقلب ما كتلقاش الاسباب الحقيقيه، ما كتلقاش اسباب حقيقيه، ولكن كلهم اليوم خصك تلقى شي واحد لقيتيه مجوج، قولوا مبارك مشغل، خصك ميداليه، مازال مزوج، انت لا لا مازال مزوج، انا مزوجه، خصك لا لا ميداليه، اللي مزوج خصو ميداليه، اللي اليوم مازال مزوج خصو ميداليه، والمراه اللي مزوجه مازال مزوجه خصها ميداليه. شحال هذه كان طلاق، كان طلاق غير في الناس اللي عاد زوجوا، ديال 5 سنين، عامين، 3 سنين، هادشي تنضرك على 30 عام، 40 عام، عيب، عيب شي واحد تقول في عمره 50 عام و60 عام تيطلق. هذه 30 عام، عيب، عيب، حرام تعاود، حشومة تعاود. دابا عباد الله 50 عام ديال الزواج كيطلقوا. ها باش قلت لكم انا رجعت الظاهرة، ها باش قلت لكم رجعت مرض، رجع مرض، ما بقاش ديال اللي تزوجوا 3 شهور، ولا اللي تزوجوا هذه عامين، ولا اللي تزوجوا هذه 5 سنين، ولا تزوجوا 20 عام، ولا تزوجوا 30 أو 50 عام، بحال بحال. إذن هناك ظاهرة، هناك ظاهرة. يجب البحث في أسباب هذه الظاهرة، والقضاء على هذه الأسباب. القضاء على هذه الأسباب للتخفيف من وطأة وتأثير سلبي للطلاق على المجتمع المغربي. والقضاء على هذه الأسباب. القضاء على هذه الأسباب للتخفيف من وطأة وتأثير سلبي للطلاق على المجتمع المغربي. راه يكفينا الآثار الأخرى السلبية اللي جاية من مجموعة ديال الأشياء. نزيدوا حتى الطلاق.